الساده المشاهدين في اخبار رئاسه الجمهوريه وخبر اخر يدل على اهتمام الدوله بالتحول الرقمي، والحقيقه احنا تحدثنا فيه مع حضرتك في اكثر من حلقه، لكن خلينا نشوف ايه الجديد في هذا الملف. حيث اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه، وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع شهد متابعه جهود تطوير البنيه التكنولوجيه والمعلوماتيه على مستوى الجمهوريه في اطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدوله، كما تم التطرق الى الموقف التنفيذي للشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ والسلامه العامه التي تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيويه كهيئات الاسعاف والرعايه الصحيه واجهزه النجده والحمايه المدنيه. واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصله العمل المكثف لتعزيز قدرات الدوله في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الامثل لمنظومه الطوارئ والسلامه العامه لتحقيق سرعه استجابه اجهزه الدوله لجميع حالات الطوارئ والازمات خلال مدد زمنيه قصيره، مشددا على اهميه بذل اقصى الجهد لتسهيل الحياه اليوميه للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق اعلى درجات الامن والسلامه للمواطن المصري. دكتور عبد الله، انا اتذكر جيدا من شهر يوليو 2020 لما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اطلق فكره ان يكون عندنا شبكه وطنيه موحده للطوارئ والسلامه العامه، وتم تنفيذها في اكتوبر الماضي في المقطم، وافتتح السيد الرئيس المركز الرئيسي للشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ والسلامه العامه. والبعض دكتور عبد الله وصف هذا الامر تحديدا ان هو نقله حضريه وان هو يعني شيء مهم جدا ومميز جدا، طالما طلبوا المواطنين ان يكون كل الطوارئ موحده في شبكه واحده بدل من تعدد الارقام، بدل من تعدد الجهات المعنيه. فالحقيقه الخطوه دي كانت مهمه جدا، وان دلت تدل ايضا ان في قاعده بيانات مهمه، في تحول رقمي، في طبعا جهود من الدوله في تحويل حتى الكابلات النحاسيه بالالياف الضوئيه الفايبر اوبتيك، وهذه الامور اللي تكلفت كتير، ويمكن كمان شايفين بتتنفس في مبادره حياه كريمه في العديد من السنترالات المختلفه في جميع المحافظات. تاثير الشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ والسلامه العامه بوجودها دكتور عبد الله واهميه التسريع من وتيره التحول الرقمي، خاصه واحنا عندنا خدمات كتير دلوقتي دكتور عبد الله بتتعمل واحنا قاعدين في البيت، يعني شهر عقاري وغيرها. يعني ده حقيقي. بصي احنا نتكلم كلام واقعي طبعا. ما يفعله سياده الرئيس فيما يتعلق بالبنيه التحتيه وفيما يتعلق بالتحول الرقمي شيء رائع للغايه. القياده السياسيه والدوله المصريه بتوفر امكانيات كبيره جدا للوزارات، لكن الوزارات في تطبيقها لديها اشكاليه. بمعنى أنا راجل محامي في الأول وفي الآخر، أنا محامي راجل قانون، تعالي إن أنا أجي دلوقتي أسجل شهر عقاري أنا ببقى مبسوط جدا طبعا إن أنا هسجل رقمي، بس تعالي حضرتك احجزي يقول لك تعالي لي بعد أسبوعين ثلاثة، هل ده يبقى أنا استفدت بالتحول الرقمي؟ الإجابة لا. أنا بتكلم بواقع. يبقى القيادة السياسية موفرة إمكانيات، عامل زي ما يكون أب بيوفر لابنه إمكانيات وفلوس و و و وفي الاخر يقول لك ايه، لا انا مش هستخدم دي مثلا، انا هركب مواصلات. طب ما انت عندك عربيه، انا موفر لك عربيه. بالظبط كده. للاسف الشديد الوزارات المعنيه لا تطبق هذا التطبيق تطبيقا صحيح، وانا صريح وواضح في مثل هذه الامور. اثنين، لا يمكن لمصر واحنا في منطقه الشرق الاوسط يبقى لدي الدول الشقيقه اللي حواليا بتدي انترنت غير محدود وانت ما زلت تتعامل بنظام الباقات. دي حاجة أنا شايفها مش حلوة، خصوصا أن كابلات الإنترنت العالمية بتعدي من مصر. دي حقيقة، ده موقع مصر الجغرافي. إزاي يعني إزاي معالي الوزير حتى هذه اللحظة سايب الشركات اللي موجودة في مصر تتعامل بنظام الباقات؟ لا يجب أن يكون لدينا إنترنت قوي وغير محدود. إذن أنا بقى حيي القيادة السياسية، لكن بقول في على الواقع الأرض، وانا بقول اهو انا راجل محامي، تعالى النهارده اسجل انا عاوز توكيل، يقول لي تعالى لي بعد اسبوعين، وساعات يقول لي تعالى لي بعد شهر. لا، التحول الرقمي معناه ان انا استفيد بامكانيات الدوله زي اول ما اتعمل، كان في لحظتها. انا كنت حضرتك بسجل تاني يوم، بصراحه مميزه، تعالى بقى النهارده حضرتك، لا اسبوعين وثلاثه واربعه، لا يبقى في خلل. انا مش عاوز الساده الوزراء يتعاملوا مع الامور بناحيه شكليه، انا عندي الرقم الموحد ده، طيب تعالى بقى في التطبيق تلاقي في إشكاليات في التطبيق. إذن
البنية التحتية متوفرة، الإمكانيات متوفرة، القيادة السياسية لا تألو جهدا في ان هي توفر كل الامكانيات للحكومه والوزراء. تعالي بقى للساده الوزراء، لا بيهتموا بالشكل لكن الواقع بلاقيه مر شويه. سواء بلاقي الامر ده في التوكيلات، بلاقي الامر ده في الانترنت، يعني مثلا اجي تيجي تحملي ملف ولا بتاع تلاقي في بعض الاماكن الامر صعب، وكلنا بنشوف هذا الامر. مش معقوله دول عربيه وهي شقيقه واتمنى لها طبعا كل تقدم وكل خير، اشوف سرعه الانترنت فيها رهيب للغاية، وهي خلي بالك ما بيعديش الكابلات فيها زي عندنا. احنا موقعنا استراتيجي جدا، كابلات البحرية هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. وآسيا والبحرين، الدولة المصرية والأحمر بتوفر الامكانيات، القيادة السياسية موفرة امكانيات، وفي الاول في الاخر كل وزير يجي ايه في حتة معينة يقولك انا عملت كذا كذا، تعالي بقى اتطبق على الارض الواقع. انا بقول اهو انا بدي تطبيق لي انا، وانا راجل كنت مسؤول الحمد لله في هذه الدولة. لا في اشكالية كبيرة جدا، السادة الوزراء لازم يراجعوا نفسهم، وبالذات وزير الاتصالات يجب ان يكون لدينا انترنت غير محدود وامكانيات اعلى في قوة الانترنت نفسه عشان استفيد من الخدمات دي. صح عندك وده حق. امر عندك حق يعني اتمنى ان وزير الاتصالات يراجعه، لان كتير جدا ناشدوه وللاسف شديد مش شايفين حاجه على ارض الواقع. يعني نامل ان شاء الله ان الامور تتحسن، وخلينا